يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة لمن يضع صور المعظمين كالملوك والرؤساء على السيارات وفي الشوارع؟ هذا من مبادئ الوثنية، هذا من مبادئ الوثنية، إظهار صور الملوك على السيارات وعلى الدكاكين وعلى المعارض وعلى، هذا من مبادئ الوثنية، ما وضعوها إلا التعظيم، إلا لأجل التعظيم والغلو، هذا لا يجوز. نعم. ولا يتساهل في هذا، يقال هذا من باب الموالاة ومن باب السمع والطاعة. طيب الملك أمرك تحط صورته، أنت اللي اخترعت هذا. أنا أظن وأعتقد إن شاء الله أن الملك لا يرضى بهذا ولا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب في تصرفات الناس. نعم.